السلام عليكم، تحياتي لكم متابعي قناة ولد المغرب. اليوم نتواجد بالطريق المدارية عند القنطرة ديال الهواء واللوت. كما كتشوفوا هذيك العمرة اللي هي أنفصلينا من هنا نمزح، وكاين هنا العنصر ديال الهواء واللوت. كاين هذا المقطع هو اللي كان باقي لهم، راهم غطاوه، راه مابقى لهم والو يساليو معاها. كما كتشوفوا اللحظة الأخيرة، نقدر نفوت من هنا. هادي من قبل ما كانوا جايين، هادي هادي اللي كان باقي لهم، اللي كانت خاصة. هو المقطع اللي كان موقف هاد الطريق، الطريق المدارية. نعود واحد شوية لتحت، نصورو شوية لتحت. دونك هذا هو المقطع اللي كان باقي لهم. قرواتها ومكريها تشوفوا، جيت لها الحد اللي فات كانوا غادي يخدموا هنا. تعود بقدر غير هنا، القدرون هو سلاح كما راكم تشوفوا. بقي هذا المقطع هو اللي غادي يكمل. وريكم القنطرة الحجم ديالها لداخل كي داير. طرق خفيفة هنا لتحت ونجو نمشي. هذا هو المقطع اللي كان باقي له، نكملوه سلامة. ندخلو منها بقدر، متعودش علينا. الأوائل اللي دخلنا هنا وصورنا. شبيك لبيك يا نبي يديك يا شمهروش، خرج هذا والله. الله يلا مصطيا كي خدمة زينة صراحة. هذا هو المقطع اللي قلت لكم باللي كان باقي. السلام، ها ربما يمكن في هذه الأسابيع القليلة غادي يطلقوا الطريق، ونتلاقي منه وياك. ما نزلقوش لا منك ما تهوت، نحن أهل الجبال. هين الخدمة راه ماشية سمارش. هذا المزاح، المزاح راه مكرفس صراحة، الشتا مكيناش. الله يرحمنا. هادي هو اللوت لاين، هادي اللمسات الأخيرة هاد القنطرة هادي، واللي غطيوها غادي يغطيوها كاملة. غنبداو بعدا عليها، نبداو ربما في هاد السيمانة يكملوه. السيمانة يلا سيدنا، تحياتي لكم، متنساوش لايك، متنساوش تبارطاجيو الفيديو، دعمنا للقناة باش نستمر ان شاء الله، وشكرا للمتابعة.